ايه بتنهاجي ليه؟ انت بتجري في التاكسي ولا ايه؟ تعبان قلبي تعبني يا ابني. التاكسي بيموت يا حاج، التاكسي بيموت. وانت منين اصلا بقى؟ من المنصوره. لا والنبي طبعا، عشان كده وشك بسمسم مش عكس حبيبي. ربنا ما شاء الله يعني. تاكسي يا باشا يا ابني. 100 مرة أقول لك ما تجريش على السلم. عادي يلا. ما تنسيش تاكلي كل السندوتشات بتاعتك، وبطلي رغي مع اللي جنبك. مش عايزة كل يوم شكوى. يا بنتي قلت لك مليون مرة ما تجريش حقع. سارة فين البوصة بتاعت مامتك؟ صباح الخير. سلام. باي. أيوة يا مستر شوقي، ربع ساعة بالظبط وهكون عند حضرتك إن شاء الله. مسافة الطريق والله. الله حافظ. بس حلو الأبيض على فكرة. الجديد جديد حمالة. آه هو اللي شغاله محمد حسين. خلينا إحنا عم في الأبيض والأسود زمن التاكسي الجميل. ربنا يكرمك. يلا صباحك ورد. قشطة قشطة. محمد حسين عمل معاه ورد. حنا طبعا كل حمادة نهار أبيض. مقبول ابو نور بعد قشطه. خلاص قشطه يا ريس. يلا صباح ورد يا ريس. بتاعك ورد ان شاء الله. بلفايه. نعم. هموت في زبلفايه. هتموت في سلبايه؟ ايه السلبايه دي؟ زبلفايه. عايز استروكس. عايز استروكس؟ اه. فتح علي مرزاه يا كريم. عايز استروكس. يا عم اهدى شويه على الصبح. طيب والسلاح ده بقى؟ مش عايز يفتح ليه؟ اهو هات. اهي اهي اتفضل. انت صايع بقى. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ حسن. عايزك تطلع دلوقتي حالا على العين السخنه، هتجيب مستر توفيق وكلم استاذ علي خليه يجيب الفوج الجديد بسرعه. الاستاذ علي راح الغردقه على حسب ما عرفت يا استاذ ايمان، والاستاذ ابراهيم لسه عيان. الله، امال مين فاضي؟ مفيش ولا سواق فاضي، كله ركب خط سير. طب روحوا دلوقتي وانا هتصرف. يلا بسرعه. اوكي. ولا بتركنه في الدولاب ولا ايه في ليلتك السودا دي؟ لا ده انا ممل شويه. مململ؟ عايز استروكس. ها وصلنا. وصلنا مدان استروكس نفسه. رخصك. رخصك يا ابني. خلص يا عم، عايزين هات الرخص. يا ابني بكلمك انت. لا مؤاخذه يا باشا، طول دماغي من الصبح وخد في حوارات يمين وشمال. رايح فين ده؟ ده هوديه ميدان استروكس. نعم يا اخويا. ميدان ايه؟ والله هو اللي بيقول، اساله سعادتك. رايح فين يالا؟ استروكس يا باشا. استروكس يا باشا؟ نعم. قطعتك يالا. اتفضل يا باشا. يخرب بيتك. انزل يالا. هاتوه. قول لحنان كله اللي انا بجيب اسبلفايه ليا واسبلفايه ليه. حنان كله اسبلفايه؟ اه. وهاتوا لكم انتوا الاثنين اسبلفايتين مع بعض. اجيب لك اسبلفايه معايا؟ لا انا لابس اسبلف. اطلع يا ابني خد شاكين يا باشا. يلا. طب البونديره سعادتك. يلا وبصلح المرايه دي. حاضر يا باشا. يلا. ده انا لسه معلش العربيه خافت بس. طب يلا صلاة على النبي. وسع يا ابني. يلا شاكين يا باشا. ما تنساش. حاضر يا باشا هصلحها والله. لسه حد خبطها لي معلش. انا عارف انها صيانه وامن ومتانه يعني. محتاجين كراسي زياده. العدد زاد. والبروجيكتور فيه مشكلة، عايزك تحلها لي وبسرعة. هبقى أكلمك بعدين أطمن. باي. لا يا فندم أنت عارف أنا مش بتاع عزيز، أنا حاصلهم كله. لا أطمن جدًا. أيوة يعني إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم، ما فاضلش غير حاجة واحدة بس مش عارفة أتصرف فيها. خير. كل السواقين مشغولين، مفيش أي حد يجي معايا المطار. اتصرفي يا أمان، أي حد من عندنا ما جراش يطلع. أتصرف إزاي يا فندم؟ كل السواقين مشغولين في المؤتمر، حتى اللي في إجازة بعت جبتهم، حتى عم إبراهيم العيان لو كنت أقدر أجيبه كنت جبته. ما تشغليش دماغي يا أمان، أي كريم أو أوبر يطلع يجيبه من المطار. معقول يا فندم هروح المطار نجيب فنان عالمي زي ده بكريم؟ يا إيمان بصي، خلي سواق الأوبر يسيب العربية عندنا في الجراج وياخد عربية من بتاعة الأوتيل ويطلع يجيبه ويجي. يلا. حاضر. قبل ما أنسى، قبل ما يطلع المطار تجيبيه وتجيلي المكتب، مفهوم؟ حاضر. أيوة يا فندم. لا يا فندم أنت عارف أنا مش بتاع عزية، أنا حاصلهم كله.
اتفضلوا حالا، هاتوا لي سواق من تحت الارض. الله منورها يا قطه. ميرسي حياتي. اسمع بقى من النقطه دي. قول. قال بيقول لك مره واحد موظف قال للمدير بتاعه ممكن ما اجيش الشغل بكره؟ قال لمديره عشان ايه؟ قال له عشان خاطري. عسل والله يا عسل. انت ما قلتليش هو اسم الوحش ايه؟ انا محمد حسين. بيدلوني بيقولوا لي حماده. حماده؟ ايوه. كان قلبي انفتحني. سلامة قلبك. لو تسمعه بيقول ايه؟ ايه؟ بيقول ضم ضم ضم. طب ضم انت ايدك بقى على الفلوس بتاعت المندير او الدالي. طيب تعالي لي الساعه 1 بالليل وانا هبصيت. واحده في خدها خدها يا مره. لا ما اتاخرش. واحده بالليل فين؟ حاجه 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 ده يا اخويا. هو انت شايفني سته؟ ولا ستك ولا نينا. اديني البندره بتاعتي. ما انا قلت لك بالليل. مفيش بالليل، اقف هنا. هتديني البندره بتاعتي دلوقتي هجي لك بالليل. مش هتديني البندره؟ لا هتطلع الشيفت ولا هجي لك بالليل. واصله ولا عايزه مواصله؟ خد وصل يا زبوسلا. ده انت بوس فقر. بوس فقر بوس جزمه. المهم ان خدت المنديره. سلامه شاكيره. شاكيره جدت القرف. ما عندكش نظر وبوظت لي شغلي. اهو سواق اهو. صباح الخير يا باشمهندس. عفوا يا باشوات. لا مؤاخذه، انا عارف ان الركنه هنا بتاعت الابيض اسود ممنوعه. اوبر ولا كريم؟ اوبر ولا كريم؟ لا محمد حسين. فاضي؟ هو انا ورايا حاجه غير ان انا فاضي يا باشا؟ اومر مدير الفندق عايزك في مشوار. مدير الفندق نفسه؟ اه. 350 جنيه. طب اجي اتفاهم معاه لوحدك كده. يلا يلا. قلت لك اسكت خلاص ما تتكلمش خالص. نتفاهم معاه. يلا 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 بينا. طب اطلع على باب الفندق ولا اروح فين؟ استنى فين؟ لا لا انت انزل في الجراج تحت عبال ما نبلغه ونجي لك. اوعى بقول لك ما تتكلمش خالص. ها؟ انا اللي هتكلم. حاضر حاضر. تمام يا فندم. السواق اللي سيادتك طلبتيه يا فندم تحت يا فندم منتظر في الجراج اسمه محمد حسين. ايوه كده. وما طلعتوش على هنا ليه؟ الو فين السواق يا ايمان؟ اي يا فندم. اتفضلوا على بوابه الامن. منكوبه والله منكوبه. ولا ليكي في السياح. ايه المنجايه اللي جايه دي؟ انت انا؟ ايوه انت. اموريني. انت محمد حسين؟ اه انا محمد حسين. دلعوني بحماده. انت بقى هتدلعيني بايه؟ افندم هتدلعيني بايه؟ انا ما قلتش هتدلعيني بايه. امال قلت ايه؟ قلت هتندهيني بايه. ممكن لو سمحت تبطل اسلوبك البذيء ده. بذيء ايه وفي يونكا ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الاستاذ ايمان اللي بعت خليهم يجيبوك عشان تشتغل هنا. اهدي. طيب انا ما اعرفش كل اللي حصل وانا مش موجود. اتفضل يلا تعالى ورايا. يا ريت. ايه؟ ايه يا ريت دي؟ انا ما قلتش يا ريت. امال قلت ايه؟ انا قلت انا جيت. اتفضل يلا تعالى ورايا. جبل شارد. وبعدين بقى ايه قط جبل شارد دي؟ انا ما قلتش قط جبل شارد. امال قلت ايه؟ انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه. يعني مش دي وظيفه؟ لازم اقط. اتفضل يلا تعالى ورايا. مين ده يا ايمان؟ محمد حسين السواق الجديد يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ فضل شاكر. نعم. قالت لك محمد حسين يا باشا. بتعرف تسوق؟ لا مش من دسوق. بتعرف تسوق؟ لا انا طبعا بعرف اسوق. رخصة؟ معاك رخصة سواقة؟ انا اول مرة اسمع الوقت. طبعا ما رخصة ما بسوق كده سعادتك. من عليك غلباوي. والله لا غلباوي ولا زملكاوي. بشجعش الكورة انا. ايمان خد الراجل ده من قدامي يلبس بدلة عم ابراهيم ويستنى بره الاوتيل جنب العربية. مستر شوقي لسه مبلغيني دلوقتي ان الشيف كمال مش عايز يطلع من الصالة الفي اي بي. عايز ينزل وسط الناس. لا يا فندم مفيش حد بيضحك. انا مش عارف هي دي بدلة عم ابراهيم ولا ده الصوان بتاعه. هي بصراحة كبيرة عليك حبتين بس معلش اهو يومه هيعدي. قولي لي بقى امان باشا احنا رايحين نجيب مين؟ احنا رايحين نجيب اهم رسام عالمي في اوروبا. هو مولود في مصر بس جاي هو وبنته بعد رحلة نجاح وكفاح 37 سنة لحد ما بقى الدكتور شريف كمال وقرر يرجع مصر النهاردة. وراجع ليه بقى؟ ممكن تقول حالة حنين. وحنين عاملة ايه دلوقتي؟ لو سمحت ممكن تسوق وانت ساكت؟ حاضر.
الله حلو قوي ريحه البرفيون ده. اسمه ايه؟ خليك حلو. اسم جديد برضه. في منه رجالي؟ لا 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 مش ممكن مش ممكن. لا والله بجد مفيش منه خالص كده. هو انت ايه ما بتسكتش؟ اسكت افصل سو انت ساكت. حاضر. شريف كمال شريف كمال شريف كمال يلا يا جدعان شريف كمال. ايوه 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 شريف كمال. ايوه 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 انا ايوه يا حاج شريف كمال. شريف انا شريف زفت. انا مش عايز شريف زفت انا عايز شريف كمال. انا شريف كمال اللي من فرنسا. الله باشا شريف كمال اللي من فرنسا يا استاذ ايمان. ايمان باشا شريف كمال من فرنسا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك نورت مصر والله. الله يخليك. انا ايمان منصور مندوبه من الاوتيل اللي حضرتك هتشرف فيه. اهلا وسهلا. بنتي لوجين. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك نورت. ايه يا شريف هنقعد كتير واقفين ولا ايه؟ لا 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 ابدا. مش تعرفين على المسيه؟ المسيه محمد حسين يا فندم. دلوني بحماده. شكرا. انا عايز الشنطه بتاعتي الصغيره. حاضر الشنطه الصغيره. اتفضل يا باشا. وحقن الانسولين اللي باخده. اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده تمثال رمسيس اللي كان عند محطة مصر؟ لا ده تقليد يا باشا. فيتي كوبي يعني لزوم السياحة. لزوم السياحة؟ اه. يوم يدي ظهره للي جاي من المطار ولا المفروض يستقبل السواح بوشه؟ والله هو مدي ظهره للداخلين البلد يا تقدر تقول واخد حذره. اه تمويه يعني. انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له. يعني قد تكون سياسة بلد مثلا لندغ الإرهاب. لا حبيبي مصر طول عمرها محروسة يا ما جه عليها ناس وراحوا وهي على طول مصر دي أم الدنيا بلد المعز. بلد المعز أم المصريين وأم الخلول. أم الخلول؟ مصر أم الخلول؟ آه طبعا أم الخلول من قديم الأزل. إحنا أقدم أمة في الكون من أيام الملك فاروق. لو سمحت بليز 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 ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقة؟ ها؟ عشان انت كده قربت تفضحني. سيدي براحته انا مبسوط